احنا سجلنا من 3 سنين للحج والحمد لله ربنا يسر الامور. في ناس صار لها 15 سنة و16 سنة مش مصارع لها، احنا الحمد لله طلعنا من اول 3 سنين، الحمد لله اني صافي. الله يطعم كل واحد يا رب بجاه النبي. كيف الشعور؟ شعور الحمد لله ما شاء الله، شعور ما شاء الله 100%. فرحة يعني لا تعد ولا تحصى. الله يطعمها لكل واحد يا رب. الحمد لله رب العالمين اللي ربنا من علينا وطعمنا الحج من بعد ما عقدنا النية بال 2013 واحنا نحاول نسجل، اكرمنا السنة عن طريق مكتب رئيس الوزراء. الحمد لله رب العالمين، شعور كويس ومبسوطين انه ربنا من علينا. يلا صدق.